بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة لكل متابعينا. في ملفات الثري فيس طريقة اللف تختلف من شخص إلى شخص، لكن بها قوانين، قوانين اسمها قوانين بدايات. يعني أنا من راح أنزل ملفات شلون أنزلها وشلون راح أعتبر هذا الفيز هو بدايته تكون بهذا المجرى الثاني، بهذا المجرى الثالث، بهذا المجرى. راح أحكيكم إياها بصورة مبسطة، وراح أسوي تجربة على ملف 24 مجرى حقيقي، أقطاب حقيقية وليس تأثيرية. بعدين نشرح الأقطاب التأثيرية. هاي الطريقة الأولى هي أنه أن تلف الملفات وتنزلها بالمجرى مالتها. يعني مثلا الفيز الأول نزلته بالمجرى رقم 1، الفيز الثاني مثلا نزله بالمجرى رقم 5 مثلا، الفيز الثالث أنزله بالمجرى رقم 9. شلون عرفت أنزله بالواحد وبالخمسة والتسعة؟ إذن أكو قانون، هذا القانون هو اللي يحدد لي شلون راح أنزل الملفات بالمجرى المحدد. هاي طريقة علمية. الطريقة اللي يستخدمها بالسوق لا، ما يستخدمون هاي الطريقة، راح نشرحها أيضا في مرحلة متقدمة. على كل هذا عندنا مطور 3 فيس 24 مجرى أقطابة حقيقية، 4 أقطاب، يعني سرعة دوران 1400. وشو راح أحسب خطوة اللف اللي راح ينزل بيها المجرى ويكون شغلك صحيح وبدون ما تأخذ واحد وتترك واحد. هاي الطريقة سليمة 100%. الطريقة هي كالآتي، عندنا مجموعة قوانين وسهلة مو صعبة أبدا. إحنا مشكلتنا من نشوف قوانين ننكمش ونخاف من عدها. طريقة كل السهلة، هسا وياكم خطوة خطوة. عندنا 4 قوانين كلش بسيطة حتى نحسب خطوة اللف، منين راح أبدي وهذا المطار كم ملف ألفه وخطوة اللف مالته شلون. أول شيء قانون الأول نقول عدد المجاري على عدد الأقطاب. عندي 24 مجرى وعندي 4 أقطاب، أقسمها يطلع لي 6. هذا 6 معناته خطوة اللف مالتك 1-6، يعني مثل ما تشوفوه بالصورة 1-2-3-4-5-6. إذا عرفت المدى مالتي يكون من 1 إلى 6. زين، كم ملف أو شو راح أشتغل هسه؟ نجي على المرحلة الثانية. المرحلة الثانية عدد ملفات الطور الواحد، يعني الفيز الواحد إيش قد بيه ملفات. خلينا نشوف عدد الملفات الكلية. عدد الملفات الكلية إحنا مو قلنا 4 وهي حقيقية، 4 × 3 راح يكون 12 ملف. 12 ملف على عدد الأطوار اللي هي 3 فيزات، 12 × 4 يصير 12 × 3 يصير 4 ملفات. إذن كل فيز راح يكون 4 ملفات. وهسه راح أرسم وياكم هذا الفيز الثاني ترك شقد 4، وهذا الفيز الثالث ترك 4، وهذا الفيز الرابع العفو المجموعة الرابعة ترك 4. إذن الفيز الواحد بيه 4 ملفات طلع عندنا صحيح. زين، ملفات كل مجموعة شقد بيها؟ ملف واحد ملفين، شو نسوي؟ عدد ملفات الطور اللي هو 4 ملفات على عدد الأقطاب اللي هو 4 أقطاب، إذا 4 × 4 إذا 1 ملف. واحد ملف بطريقة اللف مالته، يعني مو ملفين. زين، هسه أريد أحدد بداية الطور. شلون أحدد بداية الطور؟ طريقة تحديد بداية الطور هي كالآتي. نقول نحسب الزاوية الكهربائية، الزاوية الكهربائية للملفات. نقول عدد الأقطاب اللي هي 4 × 180 اللي هي بين مجموعة ومجموعة متقابلة، هاي 180 درجة بين هاي المجموعة وهاي المجموعة أيضا 180 درجة، على عدد المجاري اللي هي 24. فراح أقول 4 × 180 على 24 ويساوي 30 درجة. إذن الزاوية الكهربائية راح تكون 30 درجة. زين، المرحلة الثانية المسافة بين بداية الأطوار، يعني الطور الأول بدأ برقم 1 مثلا، شو راح أحدد الثاني منين أبدين؟ حتى شنو أطلع ذن الوايرات الثلاثة اللي راح أبدي بيهن، هذن أعطيهن RST والباقيات إما ربط ستار أو دلتا مثل ما تعرفون. إذا ستار راح أدمجهم بيناتهم. فأقول أحدد المسافة بين بداية الطور 120 درجة. 120 تعرفوها بأنه الملفات الثري فيس تكون
بهالصورة يعني هذا ملف وهذا ملف وهذا ملف، الزاوية بيناتهم راح يكون 120 درجة. فإذا هاي الزاوية 120 على الزاوية الكهربائية اللي بين الملفات اللي هي طلعتها 30 راح يكون عندي 120 على 30 4. إذا أربع مجاري بين فيز وفيز، يعني إذا بديت برقم واحد مثلا راح أترك أربع مجاري، 1 2 3 4. إذا ينزل الفيز الثاني في المجرى رقم 5، فراح أجي من ناية وأترك أيضا 4، لاحظ 1 2 3 4، وأبدي من ناية لأن أقطاب حقيقية، وأيضا أترك 4 1 2 3 4، وأبدي من ناية وأترك 4 1 2 3 4، وأبدي من ناية وأترك 4 1 2 3 4. إذا هذا الفيز الثاني قعد صحيح 100%. زين الفيز الثالث احنا قلنا زيد 4 4، إذا بديت من 5 وزيد 4 راح أبدي من رقم 9، فراح يكون بدايتي من رقم 9، هاي 6 7 8 9، فراح أبدي الفيز الثالث من رقم 9. هسه قلنا هذا الأول، خلنا نطلع عليه برا حتى تعرفونه، هذا اليو 1 وراح يكون هذا هو يو 2، هذا راح يكون في 1 وهذا راح يكون في 2 النهاية. الأخضر 9 راح يكون شنو؟ دبليو 1، راح أبدي أيضا أحسب 4، لاحظ 1 2 3 4، ومن هنا يحسب 4 1 2 3 4، ومن هنا أحسب 4 1 2 3 4 فراغ، ومن هنا أحسب 4 اللي هو هنا. إذن راح يكون هذا هو W2. بما أنه حساباتي مضبوطة وشغل صحيح، إذن صارت هذني أطلعهن R S T، هذا شنو أغذيه بثري فيس، والنهايات النهايات هاي النهاية ويا هاي النهاية ويا هاي النهاية أدمجهن سوية، إذا كان عندي ربط ستار، وإذا تعرفون ربط الدلتا شو راح نسوي. هاي الجزء الأول حتى أحسب حسابات الخطوة وتكون عندي دقيقة 100%. طبعا مع الأسف بالسوق ما حد يستخدمها، يستخدمون غير طريقة راح نشرحها بالسلسلة الثانية. فهذا الجزء الأول اللي يحب يتعلم بصورة صحيحة يتعلم قوانين أو يتعلم الشغل اللي بالسوق، أخذوا لها سكرين هاي الطريقة، وهاي القوانين أيضا أخذوا لها سكرين لأنه راح تفيدكم بشغلكم. هذا الجزء الأول، تحياتي لكم، وتابعوا أجزاء كاملة إلى أن أوصلكم على الشغل الصحيح بربط البدايات بالنسبة لثري فيس. تحياتي لكم وشكراً.